نبيل الشريف، وأهلا وسهلا بكم مع أهلكم وإخوانكم وأخواتكم، تفضل وبارك الله بكم. بارك الله فيكم، السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أحبابنا بإخلاص النية لله تعالى في هذا الاجتماع الذي يراد منه تقوية أمر الدين. روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يأمر الرسول بالتعلم، أي بتعلم علوم الدين، ويبين عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك، فقال: وإنما العلم بالتعلم، أي تحصيل علم الدين لا يكون إلا بأن يتعلم من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة، كما أخذ الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما علم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، لو شاء لسيدنا محمد أن يكون عالما بكل هذه العلوم التي كانت عنده من دون أن يأتيه أحد، من دون أن يعلمه أحد، لكان الرسول كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه أي علم الرسول جبريل، شديد القوى هو جبريل عليه السلام، فجبريل هو علم سيدنا محمدا عليهما السلام، ثم الرسول علم الصحابة، ثم الصحابة علموا التابعين، وهم علموا أتباعهم، وهكذا. فهذا الطريق، طريق تحصيل علم الدين، هو بتلقي ذلك بالمشافهة من أهل المعرفة الثقات، ليس بمجرد مطالعة الكتب، لا، الذي يعتمد على مجرد مطالعة الكتب لتحصيل علم الدين لا يطلع عالما، يطلع ضالا مضلا، لا يطلع عالما. العلماء في الماضي قالوا: الشخص الذي يعتمد لتحصيل علم الدين على المطالعة لنفسه هكذا في الكتاب دون أن يتلقى من المشايخ الذين هم من أهل المعرفة الثقات، قالوا هذا لا يسمى عالما، هذا يسمى صحفيا. والذي يعتمد لقراءة القرآن على المطالعة في المصحف لنفسه دون أن يقرأ على قارئ ثقة، هذا لا يسمى قارئا، هذا يسمى مصحفيا، لا يسمى قارئا، يسمى مصحفيا. الكتب فيها الغث والسمين، فيها الحق والباطل. الشخص الذي لم يصل في العلم إلى حد التمييز إذا طالع في هذه الكتب قد يعتقد ما فيها من الضلال فيقع في الكفر والعياذ بالله وهو لا يشعر. حتى لو كان الكتاب مشهورا ولعالم بارز وله شهرة، الشخص إذا اعتمد على مجرد المطالعة لنفسه في الكتاب ولم يرجع إلى أهل العلم الثقات، فهذا كيف يميز بين الضلال وبين ما هو حق، بين الكفر وبين ما هو إيمان؟ إن لم يكن عنده تمييز لا يستطيع أن يميز، فقد يقع بمطالعته في هذه الكتب في الكفر والعياذ بالله. كان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله نفعنا به، الله تعالى أكرمه من صغره بأن كان من أهل العناية، من صغره عرف مشايخ من الصالحين، عرف مشايخ من الأولياء،
بسلسلة متصلة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل ناحيته التي كان فيها. يقولون من صغره كان إذا دعاه الأطفال للعب للهو يعني يقول لهم ما عندي وقت لهذا. من صغره كان من أهل العناية. حكى لنا مرة أن شيخه الشيخ محمد عبد السلام رحمه الله هذا كان من كبار الأولياء، كانوا يقولون في ناحيته هناك الشيخ محمد عبد السلام ركن البلد، أي هو ركن يعتمد عليه، يسمونه ركن البلد. هذا الشيخ محمد عبد السلام شيخه أيضا كان من الأولياء، اسمه الشيخ يوسف عبد الوهاب، كان من الصالحين من أصحاب الكرامات، كان قلبه معلقا بالأذان، يحب أن يؤذن، وإذا أذن يسمع صوته على بعد 50 كيلومتر من دون هذه الآلة، ما كان يوجد عندهم هذه الآلة. ومرة مر ببعض القرى فدخل المسجد فاستأذن أن يؤذن، وكان في تلك الناحية امرأة بها طلق الولادة وتعسرت ولادتها. لما أذن الشيخ يوسف عبد الوهاب لما سمعت صوته خرج الولد، تسهلت الولادة. هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب الولي الصالح قال لشيخ شيخنا محمد عبد السلام وكان عمره نحو 25 سنة، قال له لقد جاءتك القطبانية، أي صار قطبا، هذا القطبانية درجة عالية في الولاية، درجة عالية. قال له جاءتك القطبانية، وكان عمره نحو 25 سنة. لما رأى الناس أنه أصلح من يعرفون في تلك الناحية وأعلم من يعرفون، كان عالما بالفقه والتوحيد والنحو، فقالوا هذا مطلوب أن يعين للقضاء. من شدة خوفه من الله وورعه خاف من هذا، خاف أن يتحمل هذه المسؤولية. فهذا القميص ماذا فعل؟ قلبه ولبسه مقلوبا. فقال بعض الناس الشيخ ما عاد مثل الأول، فتركوه أعرضوا عنه. هذا الشيخ محمد عبد السلام كان تولى العناية بشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله من صغره، كان يأخذ منه العلم. حدثنا شيخنا مرة قال وأنا صغير كان شيخنا الشيخ محمد عبد السلام يحملني كتابين ويستتبعني خلفه. ظننت لما قال هذا أنه كان يقوم بخدمة شيخه ويحمل الكتابين لشيخه، فسألته، لأن الشيخ عبد الله كلكم يعرف من لقيه ومن لم يلقه أنه شديد التواضع، بعيد من الرياء وبعيد من الأمور التي فيها مدح للنفس، بعيد من هذا جدا. فكنا نحاول أن نسأله لنعرف أكثر. فسألته قلت له ماذا مولانا كنت تفعل بالكتابين؟ قال أقرأني الكتابين. قلت ما الكتابان؟ قال كتاب كبير في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحة الإعراب. الآن بعض المشايخ يتخرجون لا يعرفون هذا الكتاب، لا يعرفونه، شرح ملحة الإعراب لا يعرفونه، والكتاب الكبير الذي قرأه في الفقه الشافعي لا يعرفون اسمه، ليس فقط ما قرأوه. فقلت له مولانا كم كان عمركم يومئذ؟ قال نحو 8 سنوات. كان عمره نحو 8 سنوات، أخذ كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وشرح ملحة الإعراب، وهذا عند شيخ ولي صالح اسمه الشيخ محمد عبد السلام. كان لي أخوان يحبان اقتناء الكتب، كلما سمعا من الشيخ عن كتاب أو من غير الشيخ يشتريان هذا الكتاب. فمرة وأنا خارج من عند شيخنا رحمه الله قال لي قل لأخويك سماهما فلان وفلان لن تجد العلم بين صفحات الكتب، قل لأخويك فلان وفلان لن تجد العلم بين صفحات الكتب. معناه الذي يريد تحصيل علم الدين يأخذه بالمشافهة من أهل المعرفة الثقات، ليس بمجرد المطالعة. بمجرد المطالعة لا يصل الشخص
إلى أن يبلغ أنه من أهل العلم الثقات بمجرد أن يطالع في الكتاب لنفسه. يوجد كتاب مشهور جدا متداول بين أيدي الناس لعالم حافظ معروف كبير، لكن فيه ما يخالف الشرع، فيه ما هو ضلال. فنحن ماذا يجب علينا؟ أن نحذر من الضلال، ولو كان الكتاب مشهورا ولو كان مؤلفه مشهورا. أحيانا الكتب يدس فيها ما لم يقله المؤلف، يدس في هذه الكتب. الكفار دسوا في كتب المسلمين. طيب الإنسان الذي ما عنده تمييز، ما وصل في العلم إلى حد التمييز، إذا طالع في هذا الكتاب ولم يكن علم بما فيه من الضلال، ولم يكن حذر مما فيه من الضلال، أليس قد يعتقد ذلك؟ بلى، قد يعتقد هذا. كتاب مشهور اسمه شرح البخاري لابن حجر العسقلاني، اسمه فتح الباري. في هذا الكتاب موجود كلام فاسد يجب التحذير منه. نحن نحذر من هذا الكلام الفاسد حتى يعرف الناس. مذكور فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عذاب القبر فنفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذه القاعدة، مستحيل عليه أن يغلط في الإخبار عن شيء مما سيكون فيما بعد من أمر القبر، من أمر البرزخ، من أمر الآخرة، مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. مذكور في هذا الكتاب أن الرسول عندما ذكر عنده عذاب القبر نفاه ثم عاد وأثبته. هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اعتقده فاعتقاده فاسد. ومذكور فيه في تفسير حادثة حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسرها بأن الرسول والعياذ بالله كان يريد الانتحار. الرسول لا يجوز عليه ذلك. أكبر ذنب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز على النبي هذا، لا يجوز عليه أن ينوي قتل مسلم بلا حق يعني، ولا يجوز عليه أن ينوي قتل نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا. طيب هذا موجود في الكتاب، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الشخص؟ أليس يجب عليه إن علم أن يحذر من هذا حتى لا يقع الإنسان في الضلال، حتى لا يقع في الكفر؟ يجب أن يحذر من هذا. هو حصل شيء مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه أنه عصى الله، ولا أنه نوى الانتحار، ولا أنه أهم أن يقتل نفسه. ما حصل من الرسول هذا، لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي حصل؟ حقيقة ما جرى، الوحي انقطع برهة من الزمن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في قلب الرسول شوق، اشتد شوقه للوحي، لأن الرسول يستأنس بذلك عليه الصلاة والسلام. فذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بعض ذرى جبال مكة، إلى بعض المرتفعات من جبال مكة، وفي نفسه أنه إن فعل ما يريد أن يفعله لا يصيبه أدنى ضرر. أليس بعض الأولياء الله أعطاهم كرامة يكون في مكان يخطو خطوة واحدة يصير في بلد، في بلدة أخرى يصير هذا؟ أليس الله أعطى بعض الأولياء من خوارق العادات أنه يمشي على وجه الماء يصير هذا؟ يحصل. أليس الله أعطى بعض الأولياء أنه هكذا يكون في الهواء يصير هذا؟ من باب خرق العادة. واحد ولي رأى وليا آخر متربعا بين الأرض والسماء، قال له بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال بمخالفة نفسي، معناه أنا كنت أخالف نفسي وأزيد في الطاعات حتى وصلت إلى هذه الدرجة. فما هو الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صعد إلى بعض ذرى جبال مكة وهم لتخفيف الشوق الحاصل في قلبه من انقطاع الوحي هذه البرهة أن يلقي بنفسه مع اعتقاده الجازم أنه لا يصيبه أدنى ضرر.
هذا هو فسر في هذا الشرح بأنه أراد الانتحار، هذا لا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا يونس عليه السلام لما ألقى نفسه في اليم في البحر ماذا كان يعتقد؟ أنه لا يحصل له ضرر وإلا لا يفعل. لما التقمه الحوت ما أكل لحمه ولا كسر عظمه ولا جرحه، إنما بقي برهة من الوقت في بطن الحوت ثم أخرجه من بطنه دون أن يؤذيه، دون أن يتأذى سيدنا يونس ابن متى عليه السلام. الذي حصل منه ما فيه معصية، أنه ألقى بنفسه في البحر. هو كان حصل عنده غضب من قومه، النبي لا يغضب من الله، لا لا يجوز عليه ذلك. قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي كان غضبان من قومه لأنهم لم يستجيبوا للدعوة، فظن أي يونس أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه. يقال في لغة العرب قدر بمعنى ضيق، أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، ليس معناه أن يونس ظن أن الله عاجز عنه، هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء. حتى القرآن مجرد أن يقرأه الشخص يعرف ما المعاني التي في الآيات، مجرد أن يطالع لنفسه يعرف؟ لا، بمجرد المطالعة لا يعرف. فكثير من الناس ما الذي أهلكهم؟ ما الذي أدى بهم إلى الضلال؟ أنهم يطالعون في الكتب لأنفسهم ولا يرجعون إلى أهل العلم الثقات، فيعتقدون الفساد وهم يظنون أنهم على صواب، يظنون أنهم على هدى. الكتب مجرد أن يقرأ فيها الشخص لا يستقيم أمره ولا يصير من أهل العلم الثقات بذلك، وليس هذا سبيل أهل العلم. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يعني هذا الدين من مزايا هذا الدين أنه يؤخذ بالإسناد، أخذ من طريق الصحابة ثم علموا أتباعهم حتى وصل إلينا هكذا، وإلا لكان كل إنسان من المدعين من المفسدين يدعي ما يريد. أليس أناس افتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قال الرسول كذا، قال الرسول كذا، مما لم يقل رسول الله. كيف يفضحون بطلب الإسناد؟ كيف يكشف أمرهم بطلب الإسناد؟ مئات من الأحاديث افتريت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف عرف أنها مفترات؟ إما بركاكة المعنى، وإما لأنها تخالف ما جاء في القرآن أو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تخالف العقل، أو كشفت من طريق البحث في إسنادها، عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. فمن أراد منكم طريق النجاة فليسلك هذا المسلك، وهو أن يطلب علم الدين بالتلقي بالمشافهة من أهل المعرفة الثقات، لا يطالع لمجرد هذا، لا يكتفي بمجرد هذا أنه يطالع في الكتاب لنفسه، ولو كان الكتاب للثقات في الأول يتعلم، ثم إذا قال له أهل العلم الثقات هذا الكتاب هذه النسخة مضبوطة احفظ فيها ذاكر فيها خذ منها، وقد قرأها العالم الثقة ضبط هذه النسخة ورآها صحيحة، يأخذ يطالع فيها. أما بدون هذا الطريق لا، لا يفعل هذا. ثم أحسن شيء في علم الدين هو علم العقيدة. علم العقيدة مهما تكرر على سمعكم لا تملوا منه، كونوا عاملين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا الحديث الذي رواه الترمذي معناه المؤمن من شأنه مهما سمع علم الدين لا يشبع منه ولا يمل منه إلى أن يصل إلى الجنة.
مهما تكرر على سمعه التوحيد لا يمل من ذلك، مهما تكرر على سمعه الفقه لا يمل من ذلك. المؤمن يشبع من الأكل ومن الشرب ومن الثياب ومن الأثاث، أما من علم الدين لا يشبع مهما تكرر عليه. هذا من شأن المؤمن. سيدنا الشافعي الله تعالى أكرمه بمزايا كثيرة، منها أنه كان إذا قرأ الصحيفة يقرأ الصحيفة مرة واحدة يحفظها. هذا ليس كل إنسان عنده هذا. طيب غير الإمام الشافعي الذي لا يحفظ، إذا سمع علم الدين ماذا ينبغي أن يفعل؟ يكتب، يسجل، يقيد حتى لا ينسى. وأنتم هكذا فعلوا، إذا سمعتم الخير قيدوه. ليش؟ لماذا؟ لأن الإنسان من شأنه إذا سمع شيئا إن لم يكتبه ينساه، إن كتبه ونسيه ينظر يعود إلى ما كتب فيتذكر، هكذا يكون استفاد وحافظ على هذا العلم. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، معناه إذا سمعتم العلم اكتبوه حتى إذا ما نسيتم بعد ذلك عدتم إلى ما قيدتم فتتذكرونه حتى لا يفوتكم. أكثر الناس يحفظون ما يسمعون؟ لا، أكثر الناس لا يحفظون ما يسمعون، كيف يحافظون على العلم؟ بأن يقيدوه. كان سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ألف كتابا يسمى الرسالة، هذا الكتاب فيه في الأصول وفي علم الحديث، وكان له تلميذ مقدم في تلاميذه اسمه المزني، إمام، كان إماما. الإمام الشافعي قال: المزني ناصر مذهبي، يعني هو ينصر مذهبي، مذهب الإمام الشافعي. هذا المزني قال: قرأت كتاب الرسالة 500 مرة، قال قرأت كتاب الرسالة 500 مرة، ما قرأته مرة إلا واستفدت منه فائدة جديدة. من منا يقول، أي واحد منا، أتكلم عن كلنا، يقول أنا قرأت الصراط المستقيم 500 مرة، أو قرأت بغية الطالب 500 مرة، حتى المختصر ما قرأناه 500 مرة الذي هو كتاب مختصر في الفقه. ومع ذلك بعض أحبابنا كما تعرفون إذا قيل لهم تعالوا درس دين شيخ فلان يعطي، يسأل في أي شيء سيعطي إذا قيل له مختصر، يقول أوه مختصر، كل مرة نسمع المختصر، ليقول في نفسه الآن 500 مرة قرأت المختصر أو سمعت المختصر. يستفيد المؤمن مهما تكرر على سمعه، مهما أعيد التوحيد، مهما أعيد أمر العقيدة يستفيد. شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله نحو من 50 سنة درس في لبنان، يكاد لا يخلو مجلس له في التدريس من العقيدة، من التوحيد، من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة والمكان، يكاد لا يخلو مجلس، حتى لو كان يشرح في الزبد يتكلم في العقيدة، لو كان يدرس في متن أبي شجاع يشرح في الفقه الشافعي يتكلم في العقيدة. لماذا؟ لأن هذا الأهم، وهذا الذي يحتاجه الناس أكثر، وهذا الذي ينبغي أن يكرر حتى يحفظ. حتى قال الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا اللوح عنده لوح تعرفونه مشهور أخضر مكتوب فيه في أوله المحدود، يقول لو كان في كل بيت مثل هذا. لماذا؟ حتى يبقى الشخص لما يدخل يكرر النظر فيبقى مستحضرا لهذا، يبقى حافظا لهذا الكلام. وأحيانا كان يقول لبعض الجالسين مع أنه سنوات بقي على اللوح، يقول له اقرأ ما على اللوح، فيبدأ بالقراءة وهو رضي الله عنه يشرح. في رحلة من الرحلات التي ذهبناها معه إلى الأردن لما كان يذهب للتعليم رضي الله عنه، كان يحملني كتاب العقيدة الصلاحية، تعرفون كلكم أظن يعرفها، هذه العقيدة التي ألفها ما اسمه محمد بن هبة البرمكي، وقدمها لمن؟ لصلاح الدين الأيوبي. فلما رآها موافقة لما أخذه
صلاح الدين الأيوبي كان أخذ الفقه الشافعي، حفظ كتاب التنبيه، هذا كتاب في الفقه الشافعي. من ضعف الهمة الآن بعض المشايخ وبعض العلماء لا يحفظونه، وقرأ حفظ القرآن وقرأ عند القارئين الثقات، وجلس في مجالس أهل علم الحديث على الطريقة القديمة، مع كونه كان مجاهدا. هو فتح بيت المقدس بعد أن كان احتله غير المسلمين 90 سنة، هو فتحه، وكان تحت حكمه مصر واليمن بما فيها الإمارات وقطر وكل بر الشام، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كل هذا كان تحت حكمه. ومع أنه كان مجاهدا تقيا زاهدا عابدا من أهل العلم رضي الله عنه، لما استقبل هذا الكتاب لما رآه أعجبه، قرر أن يقرأ ما فيه من العقيدة الأشعرية على المآذن كل يوم قبل أذان الصبح حتى يحفظه الناس. ما قال يوم واحد في الأسبوع، قال تقرأ هذه العقيدة على المنائر على المآذن كل يوم قبل الصبح وتقرر في الكتاب. ما كان يوجد مدارس على الرسم الموجود الآن، كتاب يقال عنها كتاب. لماذا؟ لأن فيها العقيدة السنية التي كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليها إلى الآن. هذه ينبغي أن يحفظها كل واحد منكم، وأن تحفظ للصغار وأن يحفظها الكبار. الشيخ عبد الله طلب أن تقرأ في الإذاعة في لبنان يعني كل يوم، وقال لواحد من إخواننا يشتغل بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له في الاحتفالات اقرأوا هذه العقيدة، العقيدة الصلاحية. فكنا في هذه الرحلة يا أحبابنا كل يوم في كل مجلس يدرس الشيخ عبد الله رحمه الله، ثم يقول لي اقرأ، فأقرأ من هذه العقيدة الأبيات التي تعرفونها وسمعتموها أظن كثيرا في الإذاعة، كل يوم في كل مجلس. لماذا هذا التكرار؟ لأنه مهم، ولأنه تتعلق به مصلحة مهمة لأمر الدين، وإلا لما يكرر هذا كل يوم في كل مجلس؟ رضي الله عنه ونفعنا به. مرة في يوم واحد درس 6 دروس، فتعبنا، يعني هو تعب أكثر مني لأنه هو أكبر سنا رحمه الله، وهو الذي يدرس أولا، أنا أسمع منه وأبلغ بعد أن يقول لي قل. فبعد هذه 6 دروس في عمان هذا ذهب إلى غرفته ليستريح، فأخذت عنه قميصه واستلقى على السرير، واستلقيت أنا على الفراش على الأرض. بعد 3 دقائق قام رضي الله عنه، فقمت ظننت أنه يريد شيئا، فقلت له مولانا ماذا تريد؟ قال لي ننزل نخرج للناس الذين أتوا. قلت له مولانا درست كثيرا اليوم وقد تعبتم، لو استرحت قليلا. قال لي الحمد لله استرحنا. كم دقيقة استراح؟ 3 دقائق استراح. قال لي هكذا، قال لي الحمد لله استرحنا، مع أنه رضي الله عنه كل ليلة منذ عرفته يقوم بالليل يصلي. الله يرزقنا ذلك. قال الشيخ عبد الله رحمه الله إن شاء الله تحفظون وتعملون أنا وإياكم. قال المتهجدون على السنة قبورهم منورة. المتهجدون على السنة يعني على حسب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبورهم منورة. كل واحد يا أحبابنا منا يحب أن يكون قبره منورا، لكن ليصل إلى ذلك بدون عمل يصل أم لابد من عمل؟ لابد من عمل لذلك. الشيخ عبد الله يقول هذا القبر حفرة ضيقة، هو بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الوحشة وبيت الدود، كيف يكون واسعا إذا كان الشخص يتهجد بالليل؟ كيف يوسع هذا القبر إذا كان الشخص يتهجد بالليل؟ الله تعالى يرزقنا ذلك. فمنذ عرفت الشيخ رحمه الله لا أذكر ليلة إلا وكان يقوم بالليل ويصلي. حتى لما كنا نسافر أحيانا أقول له، يعني أنا يأتي في نفسي أنه يحتاج للراحة، رجل كبير مريض
ويدرس كثيرا، فأقول له أوقظكم بعد الفجر بنصف ساعة، يقول لي لا، قبل الفجر بثلاثة أرباع الساعة، ونكون يوم الوصول. ويوم الوصول عادة الشخص من شأنه أنه يرتاح. حتى مرة ذهبنا إلى عمان وعمل عملية في عينه، والطبيب قال لي قل له لا يسجد حتى أنا آذن له، هو من إخواننا الطبيب. ففي تلك الليلة قام، قال لي وضئني، فغسلت له وجهه وتوضأ ومسحت له على وضع لصوقا هنا على العين، ثم قام يصلي النافلة بدون سجود كما قال له الطبيب، لكن صلى أكثر من العادة، يعني زاد في الصلاة. هذا لأنه قلبه مشغول بالآخرة، يفكر بالآخرة، يفكر بما سيأتي بعد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قليل الضحك، وأن ضحكه كان تبسما، وأنه كان كثير الأحزان. لماذا؟ لأنه كان يفكر في أهوال يوم القيامة. لذلك كان الرسول كثير الأحزان صلى الله عليه وسلم، وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الرسول يقول أي لو تعلمون ما أعلم أنا من أهوال يوم القيامة كنتم تضحكون قليلا وتبكون كثيرا. الناس اليوم يحبون أن يضحكوا كثيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب أي تجلب الغفلة. الناس اليوم أغلبهم يحبون كثرة الضحك، إن لم تضحكهم كثيرا في المجلس لا يأنسون، صاروا لا يأنسون، بدل أن يكون أنسهم بذكر الله أنسهم صار بتضيع الوقت وبالكلام الذي لا خير فيه. يا أحبابنا لا تكثروا من المزح، كثير من المزح يهلك، يؤدي بصاحبه إلى الهلاك وهو لا يشعر. مرة كنا عند أناس فواحد أطعم شخصا حلوى فقال له تنة تدخل الجنة، قال الشيخ عبد الله إن كان يريد من ذلك أنه إن أكل ثانية لمجرد هذا يستحق الجنة كفر، أما إن فهم كل ثانية لجبر خاطري وجبر خاطري فيه ثواب والثواب جزاؤه في الجنة لا يكفر. لكن انظروا العوام كيف يتكلمون أحيانا بكلام لا يفكرون بعواقبه. فالشيخ عبد الله من نصائحه أقول لكم قال لا تكثر من المزح، فإن كثيرا من المزح يهلك، فأنتم لا تكثروا من المزح بل أكثروا من ذكر الله. جاء رجل من المردلية، يقول لهم الأكراد في لبنان، كبير في السن توفي رحمه الله، كان يحب الشيخ والشيخ يحبه، فقال لشيخنا وأنا جالس قال له شيخي أعطيني وظيفة، يعني أعطيني شيئا لألتزم به. قال له الشيخ تهلل 12,000 تهليلة كل يوم. قال لا يا شيخ لا كثير. قال بلهجتي قال ما أطيق يعني لا أتحمل هذا. الشيخ يقول له بلى تستطيع. قال الشيخ عبد الله الذي يريد سلوك طريق الولاية يبدأ ب12,000 تهليلة. الذي يريد أن يبدأ مش وصل، وفي ناس يظن بنفسه أنه صار قطبا وهو لا يهلل 1,000 مرة. الذي يريد سلوك طريق الولاية يبدأ ب12,000 تهليلة، قال رحمه الله وغيره ب1,000. يعني هذا الذي لا يريد سلوك طريق الولاية. اليوم الناس لا السالك بظنه ولا غير السالك في الغالب أتكلم يهلل 1,000 مرة. إذا هلل 100 مرة بعض الناس بيقول اليوم صار مني شيء كثير هللت 100 مرة. الشيخ عبد الله رحمه الله كان لسانه كأنه لا يهدأ من الخير، كأنه لا يهدأ من الذكر. التهليل يلازمه الشيخ عبد الله، وهو يطالع يهلل، وهو يدرس أحيانا أليس يسكت بين الجملة والجملة، لسانه يتحرك بذكر الله بالتهليل. حتى لما مرض الوفاة وكان غائبا عن الوعي كان يدرس درسا في العقيدة كاملا،
وهو ليس في وعيه. أنا ظننت أنه يكلم أحدا فأقترب منه فأجده مغمض العينين وليس في وعيه، يدرس كما يدرس الدروس في المساجد، يقول ليس كمثله شيء واشرحوها رحمه الله، لأن قلبه متعلق بعلم الدين، ولأن قلبه متعلق بذكر الله. ومن أمثال الشيخ عبد الله الشخص يستفيد يتعلم ويعرف كيف يكون السلوك، هكذا يكون السلوك باتباع هذا الطريق الذي كان عليه الشيخ عبد الله رحمه الله نفعنا به. ومما ينفع يا أحبابنا لتقوية أمر الدين التحاب في الله، وهذا يقتضي أن يكون أحدنا رحيما بأخيه. كيف يكون رحيما بأخيه؟ ينصحه، يبذل له النصيحة، إن وجده مقصرا ينصحه لله تعالى، إن وجده عاملا في الطاعة يعينه على طاعة الله. هكذا كان حال الشيخ مع الناس رحمه الله، إذا أراد أن ينصح إنسانا ينصحه بلطف على حسب ما يليق بالحال. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: الفساد وإن عظم إصلاحه بالرفق واللين أحسن، الفساد وإن عظم إصلاحه بالرفق واللين أحسن. يعني لو كان المنكر كبيرا، ما معنى بالرفق؟ بالرفق أي بالطريق الموافق للشرع، بطريق الحكمة واللين. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، من الرسول أخذ ذلك، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، هذا كلام الرسول، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني الله سبحانه وتعالى يحب الطريقة الموافقة للشرع، الموافقة للحكمة. يعني إذا كان إصلاح هذا الشيء يكون بالرفق يصلحه بالرفق، باللين يصلحه باللين، وهكذا. هكذا كان الشيخ عبد الله يعلم يعمل. واحد من أحبابنا حصل منه شيء، يعني إن علم فيه ضرر كبير، عرف الشيخ عبد الله فاستدعاه، فذهب خائفا لأنه يعلم أن الشيخ يريد نصحه، وظن أن الشيخ سيؤنبه على ما فعل، فقال له: بلغني أنك فعلت كذا وكذا. قال له: نعم شيخنا، لكن كان خائفا. فالشيخ نظر في المصلحة، ما هي المصلحة هنا؟ قال له: لا تعد إلى هذا، بارك الله فيك. قال له: جزاك الله خيرا يا مولانا، حصل المقصود وحصل الرفق واللين والحكمة بكلمة لطيفة. الرجل كان خائفا، كان يرتجف من الخوف، فقال له: لا تعد لهذا، بارك الله فيك. إذا عندك ولد، إذا عندي ولد وغلط ورأيت أنه يصلح هذا بالرفق واللين، من شأننا عادة ماذا نفعل؟ كيف نكلمه؟ بالرفق واللين أم نبدأ بالصراخ والضرب؟ بالرفق واللين نكلمه، إن كان يصل به ذلك إلى المقصود فنفعل بهذه الطريقة. فينبغي أن نأخذ مثل هذا من أمثال شيخنا رحمه الله ونفعنا به. أنا ظننت أن هذه أوراق فقط، أول ورقة فيها سؤال، ترى كله أسئلة. بارك الله فيكم وجمعنا دائما على الخير. الإنسان الذي يحب الله تبارك وتعالى من شأنه أنه يشكره على نعمه، ومن شأنه أنه لا يقدم على معصيته. شكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فللشباب، لإخواننا الشباب ولأخواتنا الشابات وللرجال وللنساء، لا يقول أحدكم: أعمل هذه المعصية الصغيرة ثم أقول أستغفر الله. ثم العلماء يقولون: الذي يعصي ربه ويقول أعصي وأتوب مثله كمثل من يقول أفقأ عيني وأداويها. لا، اترك عينك سليمة، لا تفقأ العين حتى تداوي. فمن ما هو الأحسن؟ الأحسن أن يكون الشخص خاليا من المعاصي، من كبائر المعاصي ومن صغائر المعاصي. الذي تحدثه نفسه بمعصية الله إن كانت كبيرة أو صغيرة، ليقول: أنا أريد أن أشكر الله على ما أنعم به علي بطاعته،
مثل إذا إنسان رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم. بلغني أن بعض الناس يقول أنا رأيت الرسول وإن فعلت المعاصي لكن في النهاية إلى الجنة. إذا واحد الله أكرمه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقول الحمد لله الذي أكرمني، يا ربي لك الشكر، لك الحمد يا ربي على هذه النعمة. ليس يعمل المعاصي يقول رأيت رسول الله فإذا أعمل المعاصي، لا هذا غلط. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنت أظن أن أحدا منا يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. معناه كان في الصحابة من يريد الدنيا، الغالب على الصحابة ليس ذلك، لكن عبد الله بن مسعود يقول ما كنت أظن أن أحدا منا أي من أصحاب الرسول يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. معناه بعض المسلمين ميلهم للدنيا وبعض المسلمين ميلهم يغلب للآخرة. الله يجعلنا من أبناء الآخرة. الشخص الذي يريد أن يقرأ القرآن لكن لا يحسن إخراج الحروف من مخارجها هذا لا يقرأ إلا أن يصلح، إلا أن يحسن القراءة، يعني ليذهب إلى شخص من أهل المعرفة بالقراءة الثقات ثم ليقرأ عليه ولو سورة واحدة يكررها. هو حفظ الفاتحة وتعلم قراءة الفاتحة بحيث تكون صحيحة هذا فرض عين. حفظ الفاتحة وتعلم قراءة الفاتحة بحيث يقرأها على الوجه الصحيح هذا فرض عين. أما سائر القرآن فرض كفاية أن يحفظه بعض المسلمين لابد، وأن يعرف قراءته كله، وأن يعرف قراءته كله بعض المسلمين هذا فرض كفاية. الشخص الذي دخل إلى المركز، تنتبهون للسؤال والجواب. الشخص الذي دخل إلى المركز فلم يجد من يبيعه، ما وجد أحدا يبيعه، يسأل هل لي أن أخذ الأغراض ثم بعد مدة لما أرجع وأجد الشخص الذي هو موكل أدفع له المال؟ لا يجوز له ذلك، لأن البيع لابد فيه من متعاقدين. البيع حتى يتم حتى يحصل لابد فيه من متعاقدين، بائع ومشتري، هكذا لا يجوز. لا تأتوا بزيادة، ما أظن هذا يكفي.